واو، عمر ما توقعت اني اسوي دورة كاملة بهذه النعومة. اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سنة وقناتكم حبيب وسعد فكم جيم، ورجعت لكم فيديو جديد. ادري ساحب مرة من زمن، بس عندي اسباب مرة كثيرة، وحاب اني اقول لكم اذا انت كنت قاعد عم تشاهد الفيديو الان، شكرا مرة، شكرا لانك انتظرت ما يقارب شهرين من السحبة ورجعت لقناتي وقاعد عم تتفرج فيها حاليا. ما تدري كمية الشكر قديش انا فرحان لهذا الشيء. واعتذر مرة كثير اني سحبت. لحظة، ضفوا بي في بي. اوكي، البيتا جيمز. اوكي، اتوقع انهم هنا يسوون تست للجيمز بيتا. في دولز وفي اف اف اي. انا ما احب الاف اف اي مره كثير، اتوقع انه زي النظام حق البيت حق اي بيكسل، انك تنزل ارينا وتتضرب مع الشاب. بس دولز شي مره انترستين. 2 في 2 كومينج سون، وتقدر انك تعطي ريكويست. اوكي، خليني حاليا ندخل 1 في 1 في نورمال واوفر باورد. نايس. خلينا نعرق شويتين نلعب نورمال. كمير جي جي. صراحة نضفوا ألعاب مرة كثيرة، يعني اللوبي ما كان كبير زي كذا. في لاكي بلوك، في بلوك وورز، البيتا جيمز، أتوقع المكان اللي يسوون تست للألعاب اللي راح تصير. فحاليا في الاف اف اي والدولز اللي هي البي في بي، ايج وورز، سكاي وورز، سكاي بلوك، ها انترستين، ماينر وورز، سرفايفل جيمز. اوكي، هذا ماينر وورز سرفايفل جيمز وبدروز سكاي وورز كانوا هم الموجودين الأربعة، بس حاليا نضافوا هذا كلهم. شيء مرة كويس. خليني أجرب ألعب سويتي لاكي وورز، وأتوقع أنه راح نجرب باقي الألعاب أنا والشباب أول ما أتكلم معهم، لأن راح نصور فيديوهات مرة كشار. خليني نلعب تيمات. والله اللود والحركة مرة سريعة. فايب، زي ما انتو قاعد عم تشوفون، شريت تليفون جديد، عشان كذا قاعد عم تشوفون انه اللعب نايم 30 فريم او 60 فريم، ما ادري صراحة عشان كم فريمات يعني اللي راح تشوفونها في التسجيل، بس انا قاعد عم العب على 60 فريم حاليا، اللي هي مرة مرة مختلفة على اللعب حقي في جهازي القديم 14 فريم 15 فريم. وادري انه هذا الشيء صراحة حزين بالنسبة لي انا، لانه جهازي هذاك القديم الاي 5 كان معي تقريبا قبل حتى ما ابدا هذه القناه سعد فور جيمنج، كان معي في قناتي القديمه مره، مو القديمه مره، اتوقع ثالث اقدم قناه او ثاني اقدم قناه. المهم انه التليفون معي كان مره عايش معي لحظه مره طويله، بس يعني اجى الوقت اللي خلاص ما صار يشتغل، ولسه قاعد ما يشتغل حاليا. بس المشكله حقتي انه مرة قاعد عم يسخن، يسوي اي شيء قاعد عم يسخن، وتقيل مرة، فما كنت اقدر حتى اني اتصفح الانترنت، ما كنت اقدر اني اتصفح اليوتيوب، ما كنت اقدر اني العب ذا obviously، وما كنت اني اصور حلقات وامنتج. وحتى قبل ما خلاص يصير هذه المشكلة للجهاز، لاني اصلا كنت اقولها في الفيديوهات الاخيرة قبل ما اسحب، كان الفريمات زي ما انتم كنتوا قاعد تلاحظين نزلت من 15 فريم اللي هي بلايبل في هذاك الوقت بالنسبه لي، لو كنت تعتبر 15 فريم بلايبل، الخمسة فريمات اللي خلاص ما تقدر انك تسوي ولا اي شيء الا لو كنت تلعب سرفايفل، بس بي في بي احلى من انك تضرب شخص. فيا فما كنت اقدر اني اسوي كوميونتي بوست او اني ادخل للديسكورد عشان اقول لكم هذه المشكله يا شباب، واعتذر يا شباب على هذا الشيء، كان لازم اني اقول هذا الشيء بس ما قلته. لحظه، في عندي لايف.
انا واللاج فكيت من مشكله الفريمات، بس مشكله اللاج لساتها عندي. اتوقع انه انا الوحيد اللي حي في التيم حقي، اللي هو شيء ابد ما يبشر بالخير. Let's go! تاني ماتش ايزي. احس في 60 فريم اني اعطي كومبوات اكثر من الكومبوات اللي كنت قاعد اعطيها. احس كده بسلاسة، ما ادري كيف اشرح لكم. اتوقع انه هذا الشيء كويس. واحدة عندي اغراض مرة كثيرة. Give me that. الله على الارمور اللي عندي حاليا. ابش يا صار لي لاج وبقيت اي اف كي عادي. جي جي. اوكي هذا كان غبائي، هذا كان غبائي، ما كان لاج. المشكلة اني من زمان ما لعبت ماينكرافت، فصراحة ما قاعد اركز مرة. طبعا يا شباب ما عاد يصروا كل الاشياء في بس شيء واحد مره بسيط، لاني انا ما اعرف كيف اتحكم في ماينكرافت مره كويس، لانه شاشه جهازي هذا كبيره على جهازي الاصلي الاي 5، ف احس انه الشاشه كبيره. او جاد موت. بس زي ما قلت لكم الشاشة مرة كبيرة، ف زي وحتى لما اسوي بوز زي ما انتم شايفين الشاشة نازلة هنا، فاللي عنده حل هذا الشيء يقول لي ارجوكم، انما انا ما ادري ايش الحل. بس يا يعني صراحة صرت شوية نوب بس في التحكم، بس شيء غير كذا والله صراحة احس بنفس الاحتراف، لانه لما تلعب بستين فريم. اوكي Are you kidding me guys؟ والله اللي معي في التيم طلعوا اغبياء الصح. شو وقع السيف زي الاكس؟ اوكي ناخذ انا قوينا سبيد. يوينك زرفت الكل. روح وطيل ربحنا. سو ديسكونكتد. ما ادري ايش سويت، هذا الجيم كان مره غريب. اثنين من تيميت حقي ماتوا بطريقه مره غبيه، قتلت واحد والثاني هرب حتى سوى ديسكونكتد. اوكي واو. اوكي بعد ما شفنا هذاك الجيم الغريب بدينا بس اني اكمل حديثي، واعتذر اني قاعد مره عم انقطع مره كثير، لانه هذا كومنتاري ولعب في نفس الوقت. اول مره قاعد اجرب هذا النوع اني بس قاعد اتكلم والعب، لانه حرفيا حاليا اقدر اني اسويها. خروفين ما ادري كيف. Give me the لحظة، فين البو؟ واتش؟ فين البو؟ اوكي اتوقع اني راح اكسر هذول في النص على طول. حرب البيكاكسات. ها
كومون حدي زفت كومون اوكي حدي مره زبال اعتذر يا خوي. فالمهم زي ما قلت لكم شراء الجهاز كان واحد من الاسباب سحب حقتي لاني ما قدرتش حتى اني اشغل جهازي القديم. بس السبب الاخر صراحه يا شباب اوكي مت والله حظي كان زبال. بس كان عندي حتى اسباب اخرى منها اسباب عائليه وشخصيه ما بديني اقولها ومنها بس كده امور حياتي وهذه الخرابيط. بس يعني من احد الاسباب المره مهمه انه حرفيا ما كان عندي جهاز اصور به وامنتج به. فاذا ما كان عندك جهاز تصور به وتمنتج به فما تقدر انك تسوي فيديوهات. فيا وانا ما بديني لحظه ليش بتسوي تسبليت؟ اوكي على الاقل عندي سيف. في بعض المرات كنت قاعد اسوي كرافتنج لما ينعطى لي ايرون. give me this حليت مشكلة الارمور. فيا شباب واعتذر بس على هذا الشيء وخلينا حاليا بس نستمتع بان نلعب. وحابين اشكركم مرة ثانية في نص الفيديو لكل شخص حاليا قاعد عم يتشاهد هذا الفيديو. اشكرك مره اشكرك مره لانك ما نسيت القناه و قاعد عم تشاهدني حاليا ولو اني سحبت على القناه مره كثير. وادري انه الفيوز راح تنقص وهذه الاشياء بس ما اهتم يعني غير انه خطاي ما اهتم لانه اصلا قاعد عم اسوي هذه القناه متعه مو قاعد عم اهتم بالفيوز مره كثير. هو اهتم شويتين ما نكذب على انفسنا بس ما اهتم مره. وفي شخص هناك واتساب اعطيني الانتر بيربس. تاني ماتش التالت ماتش ولو انه زومبي. خليني اعطي الاخوياني الدروع اذا بدهم. هاي هاي يا خوي اوكي الحمد لله انه فاهم. خوي تاني درعم عليهم وطير ومات. الو ايزي اوه ما انتبهت على نفسي. اوكي ويو نو يا شباب عشان بس اني اكون معكم صريحين قبل ما اختم الفيديو هاد الوقفة من التنزيل خلتني افكر مرة كتير على القناة وخلتني افكر يعني باش اسوي وايش ما اسوي وبالمحتوى حقي وكيف اطوره هاد الاشياء. واتوقع انه هذا التطور مرة كتير لانه اتوقع انه المونتاج ما كان عندي معه اي مشكلة. بس المشكلة الأصلية كانت تصوير حق الفيديو بسبب الفريمات حقتها. وأتوقع حاليا مادام إنه الفيديو ناعم ف وجودة 720 إلى 1080p يعني HD مو جودة ضعيفة. فأتوقع إنكم مرة راح تقبلون بهذا الفيديو ومرة راح يعجبكم الوضع حاليا. فيا وغير كذا خلاني قاعد عم أفكر إيش السلاسل اللي نزلها في القناة وإيش الفيديوهات اللي أسويها في القناة والافكار الجديده لانه كان يصير عندي بعض المرات بلوك في الافكار ما صرت اعرف ايش انزل. وخلاني هذا البريك كاني ارجع بحماس عشان اني انزل مره كثير عشان اني اتحمس لليوتيوب مره ثانيه. فاتوقع انه هذا البريك مو بس شيء سلبي كمان شيء ايجابي بالنسبه لي انا وبالنسبه فقط لماي منتل هيلث عشان اني انزل فيديوهات احسن. واعتذر مرة ثانية على هذه السحبة بس صراحة كانت عندي ظروف ومن بين اهم الاسباب حرفيا ما كان عندي جهاز اني اصور ومنتج وما كانت عندي طريقة اني اقدر اني اقول لكم فيها في الكوميونيتي بوست هذا الشيء. بالنسبة للبانر راح تلقون انه تغير وبالنسبة حتى
الديسكريبشن راح تلقونها تغيرت مرة أخرى. حاليا عندي تويتر عندي تويتر اللي حاب إنه يكلمني، وعندي حتى فيسبوك. وبس حاب بس إني أقول شيء واحد، إنه ما راح أكون قاعد أشتغل بالديسكورد وتويتر والإنستغرام وحتى الفيسبوك مرة كثير، فأعتذر لكل شخص ما أقدر إني أرد عليه. والمهم إن شاء الله حاليا أكلم الشباب ونلعب مع بعض أقيام، وأصور لكم هذه الأقيام عشان أنشرها لكم في فيديو آخر. شكرا يا شباب مرة على المشاهدة، أشكركم على دعمكم المستمر يا شباب. كان معكم سالم، قناتكم حويسات فور جيمينج. Peace out.